بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم جدا من كنوز السنة الآن وأكثر الناس. آيات فيها رقية من الصداع، وفيها رقية أو من كل جميع الأمر من جميع الأمراض إلا السام. روى الإمام الدايلمي من حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: هي رقية الصداع، هي والتي بعدها إلى آخر السورة رقية الصداع. وروى الخطيب البغدادي عن جمع من العلماء، كل واحد يحدث عن شيخه، يقول لما بقرأ سورة الحشر بوصل إلى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يقول لي: ضع يدك على رأسك فإنها رقية الصداع، فإن الشيخ بتاعي هو بيعلمني. قال لي كده لغاية ما نوصل لي عبد الله بن مسعود. فالشيخ بيقول، واحد من التابعين بيقول عليه: شفت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال لي: ضع يدك على راسك فان الايه دي رقية الصداع، فاني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وقال لي هذا، ولما جبريل قرأ عليه قال له: يا محمد، ضع يدك على راسك فانها رقية الصداع. ذلك المشكله وبس. قال: فهي والتي بعدها شفاء من كل داء الا السام، السام يعني الموت. شفتوا بقى عظمة الآيات الأخيرة. يبقى يعني لا يجي لك مرض خطير، ولا يجي لك والعياذ بالله مرض خبيث في الرأس، ولا أي مرض من الأمراض الخبيثة بالعمل بهذه الآيات. ده غير طبعا الحديث اللي حسنه الإمام الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، إن أنت لو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، بعدين قرأت الـ4 آيات الأخيرة من سورة الحشر من الأول: لو أنزلنا، ما تنساش تحط إيدك على رأسك، لغايه الاخر يصلي عليك 70,000 ملك لغايه بالليل، ولو عملت السنه دي بالليل يصلي عليك 70,000 ملك لغايه الصبح، يبقى هيصلي عليك 140,000 ملك. ولو مت في يومك او ليلتك تموت شهيد. عارفين ليه؟ لان الايات دي فيها اسم الله الاعظم، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. وده كلام عبد الله بن عباس وابي هريره وغيرهم وغيرهم. كنز عظيم كروس. قول قولي هذا، استغفر الله لي. هحط لكم الاحاديث بتاعت الرقيه الصداع ورقيه جميع الامراض، الاحاديث ديت في الوصف بتاع نزول، ولا تنسخوا هذا الكلام وتنشروه. السلام عليكم.